مطول. ما في واحد اتمنى ايوه بدل اتمنى من كل قلبي ان الشنطه ما ترجع. زين طول اذا كان النمر النمر والله انت تسولف واجد. لا والله يا ربع تبرعوا بدم صحيح. كيف انا وياك عندك؟ اطالب كيسين دم للمنتج. انا انت ادخل لي سامح ولا هو بدريش صافر صافر اقسم بالله صدق والله ما ادري ايش اقول لك تنكسر ساقي ولا يطلع. هذه آلية برنامج لازم نعلم ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر ما تحمل جي ولا ينكسر وتطلع انت ما تشعر زين. ارشيد وراك زعلان يا ابو طحوس. ارشيد زعلان يبي الخلفه. زعلان على فرقاك يا ضيف الله. لا تكفى فرقه وفرقه فرق الله وضعه. لا والله تكفى يا ابو تكرم امير غرفتنا واميرنا لا يخسر. هذه من غرفتنا. انا ما ابي اخسر. نعم نعم قصدي هذا ان شاء الله بتابع عمود طم هذا عليكم ورحمه الله وبركاته. خله يتومر على نفسه بعدين تومر علينا يا ابو طحوس. سلام عمرك طويل. راح ناخذ الاراء وتوقعات الجمهور عشان ترفع ولا تروح ان شاء الله. ما انت خروج المتسابق لا 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 من جنتل النسخه المميزه. لا ماني يمك يا قلبي. ما عهدنا منهم الا الابداع المستمر والطرح الجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ عبيد. اهلا وسهلا حياك الله. كيف حالك اخوي؟ والله ابشرك. عطنا انطباعك عن الشيء اللي تشوفه من نجوم على المسرح. اسامي ثقيله. ثقيله. اسامي مبدعه. مبدعه. اسا ها تعال ورا لا تلقي الجمهور ضاغط. يلا قول يلا زين زين. وانت بديع خفيف من ما رايك طاقه. لا لا اهم شيء الجمهور. مذيع من جلي شك. والله شك. مذيع من جلي شك. تتوقع من يطلع؟ اتوقع تتوقع اغث دم في المنتج. أوه. انا 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 قل له قل له انا عشان يستانس. قل له قل له قل له عشان الذبه تكمل. اوه صفقوا يا عيال. ذبيبه ذبيبه كبير. لكن الاسامي اللي قدامك اسامي نجوم كبار ابدعوا اللي بيطلع تألقوا كلهم قصروا والله. لكن اشوف شحم لين اخلص. طيب سام تألقوا طوال 14 هذا مذيع ولا ضابط؟ 14 يوم من الابداع المستمر ولا شك انهم نجوم كبار. من هو الاسم المتوقع خروجه؟ ضيف الله العتيبي. ضيف الله العتيبي يسحب عليك ابراهيم. ضيف الله قلنا انه اتوقع بعد عشان شب اتوقع انه بيطلع عبيد مقبل. انا جاي عشان اروح النهائي. عبيد ما طلع ابراهيم. مو موجود ابراهيم. زين منو الموجود؟ جاوب شوف الاسامي على قلبك. اتوقع عاد الصدق ايمن على قلبك كذا متربع عادي ما ادري بس اتوقع ممكن بندر. بندر القرقاع اسم كبير واسم ثقيل. على اي اساس بنيت هالتوقع؟ ما اتوقعه بس ما ادري. تمام شكرا لك. تمام يا زين. اذا مثلا جاوبنا كلنا صح من يطلع؟ اقل نقاط اقل نقاط فيكم. او سعد الطويل السلام عليكم. هلا مرحبا. كيف الحال اخوي؟ قدامك كما ذكرنا مسبقا اسامي كبيره. زي بيجيك بيجيك بس اضل شحم على بيجيك. متوقع في خروجه من المنتجع بعد قضاء 14 يوم. عبد العزيز. عبد العزيز مين؟ الرباح. عبد العزيز بن رباح. اسم كبير وقدم مستوى رائع طوال الفترة 14 يوم. شكرا. فرد عمك من مديرتك. تعال تعال. سلامك كيف الله؟ افا. اسم. الواضح لي يا نواف من الاسامي اللي قدامك انك متاثر جدا. نعم. وغير متقبل للصدمه. لكن هذه حالات المنتجع. لابد ان الواحد يكون صابر وعنده يقين ان كل شيء بقضاء الله وقدره. الاسامي اللي قدامك شخص تتوقع خروجه بدون استراتيجيه في الهروب من السؤال. راح يضرب واحد بيجي عنده همه. جاوبني. اتوقع والله ما ودي حد يطلع ولكن كلنا عارفين لكن لابد من توقع
اسم رنان في راسك انه هو اول المودعين لهذه النسخة الكبيرة. ايمن. ايمن. نواف الشهراني توقع خروج ايمن من اوسع الابواب. السلام عليكم استاذ ماجد. كيف الحال اخوي ماجد؟ خير ابشرك يا مرحبا. قدامك اسامي ثقيلة. من هو المتوقع في خروجه؟ والله لو يخيروني بينهم السبعة وبين نفسي لاختار نفسي، هذا اولا. ما لاحقنا المجاملات هذه ما نبيها. لذلك استاذ ماجد لو سمحت خليني اخذ جاي هني عشان تستاذ بروحك. استاذ ولا تبي الاول؟ استاذي لا تكذب علينا، عارف اني بالاسطورة يعني. ترى دم ضيف الله لحق منه شوي. لا ما لحقنا نسولف صحيح. خلاص انا بطرح مع اللقاء. خلاص اطرح ما لاحقنا فيك شك ماجد. بغي اجيب العيد. ما لاحقنا فيك شك، لكن نحتاج منك اجابه مختصره بالاسم الرنان في راسك. عرفت شنو كنت بقول انا؟ جريم. جريم المصارير، اسم كبير ومتالق. شاكر لك. منو يتوقع؟ ماجد العتيبي توقع جريم المصارير. توقع خروج جريم المصارير. نواف الشهراني توقع خروج ايمن. السلام عليكم سعد الطيب. مرحبا حياك الله. كيف الحال اخوي سعد؟ والله الحمد لله. انت متواجد من ضمن الاسامي الكبيره اللي على المسرح في البرايم الاول من جنتل. يا هلا حياك الله اخوي. هل هو صعب على سعد ان يكون بين ست نجوم واسامي كبيره ولها ثقلها في الساحه؟ صعب اصلا. من الصعب اصلا طلوعها في البرايم؟ خل عاد بين السته. إجابة جدا جميلة، لكن سؤال وريد إجابة مختصرة بكل اختصار. اسم يرن في راس سعد بدون ما يقول سعد الطويل، تتوقع خروجه اليوم؟ والله أني ما أعلم. العلم عند الله عند اللجنة. نعم حنا نعلم أن العلم عند الله عند اللجنة، لكن أكيد أن سعد في اسم يتردد في باله متوقع ذلك، والتوقع هذا ما يدل على الاستنقاص من هالشخص، لكن لابد من ذكر الاسم. والله ما بحد، وكان به اجابه ولا شيء في راسي فهذا احتضيه. يعني انت تحتفظ بالاجابه؟ نعم احتضيه. شاكر لك. العفو. اخوي سعاد الطويل اتمنى لك التوفيق سواء في جنتل ولا خارج جنتل. انت مبدع اينما كنت. كل المكان كل المكان كل المكان. اوكي شكرا لك. السلام عليكم استاذ الشيخ. الله يرحب وسهلا. كيف الحال اخوي الشيخ؟ الله يبيك وطول عمرك. حدثني عن شعورك وانت بين ست نجوم كبار لهم ثقلهم بالساحه في البرايم الاول من جنتل. والله شعور غريب، وجعل باقي المسابقين ما يجربون ذا الشعور. هل كنت متوقع ان اسمك بيكون من البرايم الاول في جنتل؟ والله كان 50% منهم وطلع من 50%. طيب استاذ رشيد، بدون اجابات دبلوماسيه بدون لف ودوران عن التحفظ بذكر الاسم، لكن لابد ان يكون هناك اسم رنان في راس رشيد بالخروج المتسابقه الاول من اول براين. رشيد. رشيد. نعم. وبعد رشيد. بعد رشيد كان في البراين. خليك تاخذ راحتك. والله بعد الشيد ما هذا. شاكر لك. طول عمرك ورحمة السلاسة في الأجوبة. شكرا. وأنا أقول فالك كل التوفيق سواء في جنتل ولا برا جنتل. الله يطول عمرك. الشيد أينما وجد هو مبدع متألق. الله يرحمه. لابد يضيف لمساته. الله يرحم والديك وطول عمرك، إن شاء الله أن أكون عند حسن ظنكم. إن شاء الله. شاكر لكم. يا متدد أبو ضاحوس وأنت سعادة وإضافة. ايوه تبيني يا خاص؟ علي رفقه، علي رفقه، على قولتك. ما لا رفقه في الشارع على خيط رقبتي. ها اهل الجنوب كم؟ 25 العمر. مهما انا لا 29. اشكرك. انا عمري 20 صدق.